السلام ورحمه الله وبركاته. هني هلالك شهر مبارك وحلو. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ انا الحمد لله بنعمه، الحمد لله والشكر لله. يا عم الغيبه الطويله دي كلها. معلش يا حاج ونعم، كنت مشغوله شويه الفتره اللي فاتت، بعد ما انت عارف الدنيا تلاه. ربنا يغنيكي بحلوها ويكفيكي شر مرها. الله يخليك يا حاج والنبي، يسلم في امك والنعمه، كنت محتاجه الدعوه دي جدا. خلاص ليك عليها، كل ما جينا هنا هدعي لك دعوه زيها. بس انت بتقولي ما تطوليش الغيبه. حاضر، عنايا الاثنين. بقول لك والنبي يا حاجه، كنت عايزه اشربين كده بس يكونوا حلوين، يعني يستحملوا معايا شويه الفتره. كل بضاعه المحل تحت امرك، كل اللي انت محتاجاه. ولا امرنا يا حاج. احلى طقم طلع عندك بسرعه. من عيني. لا مش ناويين نكمل كلامنا ولا ايه؟ ما انا اللي عندي قلت وانت سمحت. بس اللي عندنا انت لسه ما سمعتهوش. احلى طرح يا حاج. روح لاقي بقى كل اللي يعجبك. بس انا عايزه حاجه تستحمل معايا شويه، مش عايزه حاجه اي كلام. لا ما تقوليش كده اي كلام، ده ايه؟ احنا كل القماش بتاعنا بتاع بلده. دول حلوين. قولي بقى بكام دول يا حاج؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه كده هتخليني ازعل منك؟ انت جاي تشميني في محل اكل عيشي. اديك قلت اهو، محل اكل عيشك، يعني انا مش همشي من هنا غير لما ادفعك وادفع ثمن الحاجه اللي انا خدتها. يا ستي ثمنهم واصل. لا ما وصلش، وانا مش همشي غير لما ادفعهم، ولا عايزني اسيبهم اسيبهم. طب استني بس، انت مالك حاميه قوي كده ليه؟ يا ساتر يا ساتر. لا 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 ما احبش كده، ما احبش كده. خلاص تعالى يا ابني حاسب الست واعمل لها خصم 90%. ايه؟ 99%. السلام عليكم. السلام. خلي بالك قلب المحل، خلي بالك. انت مالك حبوسك يعني ايه؟ ده هيفصلني. ايه بتجري كده ليه؟ بقول لك ايه؟ قول يا حاج. انت عارفه انت يلزمك ايه عشان ترتاحي؟ يا سلام يا حاج، الراحه مش مكتوبه للي زينا يا حاج. انت مكتوب لك تقعدي وتستتتي وتتخدمي كمان. كلنا خدامين لقمة العيش يا حاج. سلام. استني بس، انا مش فاهم انت حاميه قوي كده ليه؟ الله الله الله، الراجل ربنا خلقه عشان لقمه العيش، والست عشان تاكلها. انت يلزمك راجل يصونك ويخاف عليكي ويحافظ عليكي ويشيل عنك الهم ده كله. يا حاج هو في حد يكره الحلال؟ بس بعيد عنك بقى، رجاله اليومين دول ما بقاش ليهم غير في حاجتين بس، الكلام والبصبصه وكوبايتين حلا بس على كورنيش النيل، ودي بقى مش سكتي خالص. طب يا ست خلاص انتهت والقناه، بلاش الحلا بس، هنخليهم كوزين دورة. ولا اقول ايوه كده في حكي، ايوه كده. طيب لو لقيت الراجل اللي رايد الحلال تفتحي له الباب؟ يا سلام، هو في حد يقف في وش القسمه؟ بس ده لو القسمه هي اللي جابته الباب هيتفتح لوحده. يلا سلام عليكم. مع السلامه. الف مليون سلامه يا حبيبي ابو سميحه. تعالوا خشوا اتفضلوا، ما تخافوش مش هخطفكم. يا عم تخطف مين؟ انت تعرف تخطف نمله؟ خير يا عم شحاته؟ بصوا بقى يا اساتذه، الحاج فواز طلب منا اجيبكوا هنا عشان تشوفوا المخازن وتبقوا انتوا المسؤولين عنها. احنا مخازن؟ مخازن يعني ايه؟ مخازن زي الناس، مخازن محتاجه امن ومحتاجه جرد ومحتاجه اداره، وتبقوا انتوا المسؤولين عنها. بس احنا لسه ما اتفقناش معاها عشان نشتغل معاها ولا لا؟ والله الاوامر دي اللي جاتني ان ابلغكم بكلامه، وبعدين انتوا احرار مع بعض، انتوا ولاد عم وماليش اني اتدخل بينكم. اشمعنى يعني المخازن اللي عايزنا نشتغل فيها؟ ما بالراحه يا عم تسوقي، الشغلانه دي محتاجه يكون ناس بيثق فيها، واظن مفيش اعرف منكم ليه تحافظوا على فلوسه. طب وشغلنا؟ شغلنا دي حاجه تظبطوها بينكم وبين بعض، ظبطوها انتم مع بعض، انتم حرين. ايه رايك يا عم النجم؟ يا عم انا مش عارف افكر. بقول لك ايه يا شحات؟ نعم. ايه الكرافات الرخمه دي؟ وانت مالك يا تسوقي؟ ده انت رخم قوي. يكيبك يا شحاته، ده دمه خفيف.
انا شايف ان احنا ناخد الموديلات دي. اشمعنى دول يعني؟ انت عندك حاجات احلى واغلى. القصه مش قصه اغلى يا عمنا، لا انا عايز الموديل اللي عرضه ينفع لاي واحده من اي مستوى، من اي دوله، باي لهجه، باي حاجه. المهم ما يبقاش محلي، ما يبقاش بس لمصر. يعني انا خليت البنت هنا تدور لي على النت وجابت لي موديلات من الدول اللي مشاركه معانا من عرض، بس في حاجات تانيه. ووصلت للنتيجه دي. يا ابني ليه يا حاج؟ دي فكره ذكيه جدا. ما تخافش عليك يا ابن الصياد. ابن الوز عوام. يا وز انت يا عتقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي حياتك؟ طمني. كله تمام يا حاج، انا خدتهم ورحت واتكلمت معاهم زي ما قلت لي بالنص. وهم قالوا لك ايه؟ هم اتاخدوا شويه واتخضوا شويه وفي الاخر سكتوا. دول ولاد عمك مش كده؟ هم يا حاج هم يعني قعدت اخد ودي مع نفسي كده، قلت ممكن الشغل يقربنا لبعض. واشمعنى بقى حكايه المخازن دي؟ خدتها من على لساني يا عم الحاج. هم كمان سالوا نفس السؤال. يعني شغلانه ما امنش عليها حد برانا. وانت مشغول يا حاج في المحلات والطلبيات. هو ده الكلام انا قلت له يا حاج. مش ده اللي في دماغك يا ابن منى؟ بابا انت بقيت خطر قوي يا حاج، خطر قوي يا وز. انت كمان بقيت ابن سوق قوي يا حاج، ابن سوق قوي يا ابن الوز. انت ماشي، انا هتعلق فيك. عايز افهم حلاوتك يا بابا، حلاوتك يا بابا. حرام عليك يا سعاد، انا بني ادم من لحم ودم، بشقى طول النهار عشان ارجع بيتي الاقي لقمه سخنه، نومه مرتاحه، ارجع الاقيكي عامله لي حصان في الاوضه. جرى يا شحاته، هو انت كل ما حد بيجي من اهلي تعمل شويتين دول؟ ايه؟ عايز افضل واحده زي قرد اقطع في البيت، اكلم الحيطان ولا اتسايم على العفش؟ هم بيجوا عشان حاسين بيا وبيهون عليا من اللي انا شايفاه. شايفه ايه ان شاء الله؟ ما انت عايشه عيشه ملوكي، لا بيت بتنضفي ولا عايز بيزعجك. ايه؟ بقى كده يا شحاته؟ بتعيرني؟ ربنا يسامحك. اعيرك ايه يا هبله؟ انت نسيتي لما الدكتور قال ان ما حدش فينا فيه عيب؟ انت ايه حافظه مش فاهمه؟ اه صحيح. طب يلا يلا قوم اقعد معانا. لا خش انت، انا هنام هنا. طيب لو جعت يعني يبقى اتصرف عشان الاكل خلص. لا ما تعمليش هم يا سعاد، انا لو جعت هاكل في نفسي. سميحة، انت ايه اللي عامله في نفسك ده؟ مستنياك يا حبيبي، قلت يمكن تعوز حاجة. انت تؤمر وانا عليا الطاعة. يا منجي من المهالك يا رب. يخسوا عليك يا فواز، بقى انا عامله لك كل ده ومستنياك عشان ارضيك وانت تقول كده؟ هو كل ده مش عاجبك يا حبيبي؟ لا عاجبني طبعا يا حبيبتي، عاجبني قوي. فواز اشتقت لك حياتي، ليك الواو بوس الواو خلي الواو يفتح. شفت الواو بوس الواو خلاص الواو بح. عملت لك عشا يا حياتي.
دوش وتبولة وعرايس، قلت أكيد هتيجي من الشغل تعبان. وفي أنهار في يا عيون أنهار، أنا عايزك تسيب نفسك خالص النهاردة، واللي نفسك فيه تشاور عليه، وفي غمضة عين هيكون قدامك. نستر يا اللي بتستر. مالك يا حياتي، ده احنا حريمك وحلالك اللي ربنا قسم لك بيه. ربنا يكفينا شر المستخبي. ما هو اصل ربنا لما يبقى راضي عن حد بيحبس فيه خلقه. وانت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حبايبك كتير قوي يا حاج، واحنا الليله دي سهرانين عشان خاطر عيونك. حتى انت يا هدى انضميت للحزب. حزب؟ حزب ايه بس يا روح هدى؟ احنا الليله دي متعهدين اننا نريح قلبك ونفسيتك، ولو عايزنا نشيلك جوه عيوننا هنشيلك يا حاج. انت يا هدى، انت ده انا بتكسف ابوسك يا هدى. وتتكسف ليه بس يا روح هدى؟ خد راحتك، ده انت جوزي وحلالي وربنا محلل لي معاك كل حاجه. ترتر يا هدى، حط في وشك ترتر. لا اله الا الله، لا انا لازم افهم بقى القصه دي، ولا دي حفله عشان طلقت الرابعه؟ اسم الله عليك، هو ده. حلوه منى، حلوه منى. قطعت نفسي. شفت انا بجيب فيك جون يا بابا؟ يا سلام، طب ما انا جايب فيك جونين. لا جون واحد والتاني انا سديته. انت تعمل لي فيها بوسكاس بقى بتاع برشلونه. خلاص محترف يعني. ماشي يا عم، تعالى منى، عايز اقول لك حاجه. قال انت ياد صحيح ما بيدكوش دين في المدرسه؟ ساعات ميس العربي بتدينا شويه كده. ساعات؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. طب والله لا اوريهم، عالم ظلم اعوذ بالله. يا حاج اعوذ بالله. حاج بس انا ابوكوا يعني. اهو اهو ابوك اهو. اهو الحاج اهو اهو. لقيت الحاجات دي في اوضه الراحله، اعمل بيهم ايه؟ اه حطيهم في شنطه كده لحد ما نوديهم لها. حاج على مهلك، على مهلك، على مهلك. بابا هي ماما اللي كانت عايشه معانا هنا فين؟ ماما اللي عايشه معانا فين؟ الله يخلي بالك، انت مالكش غير ماما واحده، ماما انهار وبس. ماما سميحه، ماما هدى، وماما بس بس بس. ايه انت معايا ولا معاهم يا مينا؟ ماليش السيره دي خالص. بس ليه زمايلي عندهم ماما واحده بس؟ حتى لو مش اتضايقت ويطلع حرام كده، انت ليك ماما واحده، باباك لازم يكون متجوز واحده. حرام، الميس دي مش فاهمه حاجه. ماما لو كانوا بيدرسوكوا دين في المدرسه كانوا عرفوا الحلال من الحرام. ابوكوا، تعالوا يا اولاد قربوا، تعالى تعالى. ابوك والحمد لله ما بيعملش اي حاجه حرام. الجواز ده، قومي يا حبيبتي العبي مع اخواتك هناك، ده كلام رجاله، كلام صبيان. روح قرب يا مدام. الجواز ده شرع ربنا حلله للرجاله، يعني الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ده حلال ربنا. ما ينفعش بقى يجي بني ادم يحرم اللي حلله ربنا. صح؟ صح. فاهمين؟ بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك يا حاج فواز؟ اهلا وسهلا، مؤاخذة ما بنسلمش. اتفضل. الحقيقة أنا من زمان وأنا نفسي أتعرف بحضرتك، تحب تشرب إيه؟ لا ملوش لزوم. أنا راجل عامل يا حضرة المديرة، وجاي أسأل حضرتك سؤال واحد وعايز إجابة بما يرضي الله. اتفضل يا حاج. هل أنا كولي أمر
قصرت يوم في حقوقكم كولي امر للعيال هنا في المدرسه؟ الحقيقه لا ما حصلش، بس حضرتك بتقول كده ليه يعني؟ يعني حقكم بيوصل لكم اول باول بما يرضي الله، بيوصل ولا ما بيوصلش؟ الله انا مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه. عايز اقول ان اللي بيدي لازم ياخد، والمفروض المدرسه هنا تنور بصيره العيال مش تضللهم. تضللهم يعني ايه تضللهم؟ لما مدرسه عندك هنا تحرم اللي حلاله ربنا في عيون ولادنا تبقى لازم تتحاكم. تتحاكم؟ انا الحقيقه مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه بالظبط. يا ريت حضرتك تبعتي تجيبي المدرسه الميس بتاعه العربي اللي بتدي ابني منعم. انا جيت يا حضره المديره من غير ما حضرتك تكلميني. ميس فاطمه؟ هي ايه الحكايه بالظبط يا ميس فاطمه؟ ابن سعادتك جالي وحكالي على الحوار اللي حصل بينكم، ولما عرفت ان حضرتك مشرفنا قلت اكيد جاي عشان تكلمني في الموضوع ده، وديني جيت. بقى ما بتدوش الواد دين وبتحرفه بشرع ربنا وبتضللوا العيال ومش عايزين اجيلك؟ شرع ربنا محدش يقدر يحرف فيه يا استاذ. امال الكلام اللي بتقوليه للواد منعم ده اسمه ايه؟ تفسير. تفسير؟ اجتهاد. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ادانا عقل يا حضرة عشان نفكر بيه وعشان نوصل لأعلى مكانة، وبالعقل ده ميزنا عن بقية الكائنات. صحيح ربنا حلل الجواز من أربعة، بس حط شروط ووصف وفي الآخر قال ولن تعدلوا. مش معقول المرأة اللي ربنا كرمها في كتبه يجي العبد ويهينها ويستعملها ويحولها لمجرد مسكن لرغباته باسم الشرع. ده كل اللي أنا قلته. لو حضرتك بقى شايف إن الكلام ده فيه تضليل أعمل اللي حضرتك تشوفه. على إذنكم. ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعته يا زكي. ايوه بس دي حاجه غريبه قوي. مستحيله يعني يا مرسي؟ بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، مفيش حاجه مستحيله ما دام فلوسها جاهزه. الله يفتح عليك، قول له. قول له. مفيش حاجه مستحيله. ايوه بس الموضوع ده محتاج تصاريح ومواويل، فاضيين احنا بقى كل اسبوع مشروع يا حاج. فيها يا زكي؟ ما يحسد المال لاصحابه. ده رزقه جاي لنا يا ابني. قول يا زكي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا اله الا الله، الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. عايزك تعمل لي دراسة شاملة بكل حاجة. عايز في أقرب وقت أبقى صاحب أكبر مدرسة مهمة في مصر. مدرسة؟ فهمتني يا زكي؟ عايز أختار مدرسينها واحد واحد وواحدة واحدة. ناقصين إحنا بقى كمان المدرسين يجوا يبوظوا لنا دماغة العيال. مش كفاية علينا أمهاتهم؟ أنا مش فاهمة ما بنجيبش جنايني ليه بدل هدة الحيل اللي احنا فيها دي؟ أنت اتهبلت يا بت؟ عايزة الحاج يدخل علينا رجالة؟ يا أختي مش هنعرف ناخد راحتنا خالص. يا أختي تويكسي، ده كل ولاد الزواج عندهم جنايني وغفير وبواب وسفراجي وطباخ. الله، ده أنت عايزة تقلبي لي البيت مركز الشباب بقى. اللي قولي لي يا سميحة، عملتي إيه يا أختي في حكاية المربية دي؟ ولا حد عبرني. يلا يا كدابة، تلاقي الشويتين بتوعك دول ما دخلوش على الحاج وقال لك اضربي دماغك في الحيط. انا كدابه يا انهار؟ ايوه وديني لبطحك. ماشي يا انهار، ماشي انا فايتها لي. امشي اقعد من الطريق. طب حظي صبري يا اختي، خليه يغزها. هي مال سميحه مهتميه قوي بالحكايه دي. هي كده طول عمرها محدثه يا محدثه. بقول لك يا انهار، احنا يا اختي لحد دلوقتي ما عرفناش للحاج اي خروجه ولا فاتحنا معاه الموضوع ده. لا ما انا خلاص لقيت لي سكه هنعرف منها كل حاجه. بسم الله ما شاء الله عليكي. سكه ايه يا اختي؟ يلا يا بت من هنا. يلا يا بت يا هبل. يلا يا هبلع. حظي يا اختي. يا سلام، ده انت تأمريني امر يا بنت اخويا. بس افهم الاول هو في ايه؟ الله، وانت بتشتكي من فواز ولا حاجه؟ حاضر يا ستي حاضر. خلاص غدايا عندك النهارده، عاوزك بقى تعملي لي اكله من ايدك الحلوه دي. ماشي؟ عينيك بيه يا نهار. الف مليون سلام. مع السلامه. بالراحه يا ابني، انت هو على البضاعه بالراحه في على مهلك. هات ابوك اي دلوقتي اول باول. شغال اهو يا حاج. ماشي. صباح الخير يا عمي. عمرو اهلا. عمورك ابن اخويا حبيبي. ازيك يا عمرو؟
يا تصدق يا ابني والله ما انا مصدق ان انت هنا في المحل. معلش يا عم انا عارف والله اللي انا مقصر، بس انت عارف بقى المذاكره وجع الدماغ اللي الواحد فيه. ان شاء الله ناجح ومن الاوائل كمان ان شاء الله. وبنيتك علي شاور على اي حاجه نفسك فيها هتبقى عندك في غمضة عين. انا مش عايز ايه يا عم؟ انا عاوز ايه؟ عاوز ان انت مكسوف. انا عايز اشتغل يا عم. اشتغل مذاكرتك والجامعه. يا ابني اذا محتاج حاجه قول لي. يا عم مش مساله محتاج، انا يعني انا عايز اشتغل وما تقلقش، يعني الشغل ده مش هياثر على مذاكرتي. انا اصلا بفكر افتح مشروع جوه الجامعه. وجامعه ليه يا ابني؟ جامعه ليه؟ ما تشتغل مع اخواتك، ما هم كمان بيشتغلوا عند اخوك فواز. يا عمي انا مش عايز اشتغل معاهم وانت عارف. انت بتتخانق معاه ولا يكونوا زعلانين؟ مش مساله زعل ولا حاجه، بس يعني بص يا عمي خليني مع نفسي احسن. انا حابب اشتغل في شغلانه كده وابتديها واحده واحده لغايه ما اعمل نفسي. تصدق يا علي يا عمرو انت الوحيد في اخواتك اللي فيك عقل صياد، الباقي كلهم فالصو براني، انما انت مننا وزينا. عشان كده يا عمرو انا هقف وراك في اي حاجه نفسك تعملها طول ما انت ماشي بجنون الله. ربنا يا ابني هيحقق لك كل احلامك ان شاء الله. على خيرة الله وانا بضاعتي حاضرة. تمام يا حاج، لازم بقى تختار اللي هيعرضوا هدومك. ستات يعني؟ لا لا لا، حض الله. حض الله ايه يا حاج؟ احنا بنتكلم في عرض ازياء. عرض ازياء يعني لازم يكون فيه موديلز عشان تعرض المنتجات بتاعتك. ما ينفعش نعرضها على شماعات. شماعات؟ شماعات ايه يا حاج؟ عرض ازياء تعرض فيه هدومك على شماعات؟ احنا بنتكلم عرض ازياء كبير، في مصممين من دول العالم هيحضروا، في ناس تقيلة هتحضر. تقول لي شماعات يا حاج؟ انا اصلي مش بالا حكاية ان الستات تتمشى وتتغندر والجو ده قدام العيون تبقى بحلاها قد كده، واشيل انا بقى الذنوب دي كلها؟ ده الواحد بيتشعبط في رضا ربنا، تقوم تشيلني ذنوب يا عم حنفي. ذنوب ايه بس يا حاج؟ هو احنا لا سمح الله هنعرض مايوهات ولا هدوم عريانة؟ ده كله عبايات وطرح ولبس محجبات. ويمكن واحدة مش محجبة يعجبها لبس المحجبة فتشتريه ونكسب يا حاج؟ نكسب ثوابها. ثوابها يا حنفي. حنفي عايزك زي ما بتفكر دايما في مكسب الدنيا، فكر في مكسب الآخرة. مش هتبذل مجهود، لأن مكسب الآخرة ده ربنا يبارك لك في ثواب الدنيا ومكسب الدنيا فيتضاعف، تخيل. بس دي فكرة حلوة. تمام. قلت ايه؟ طالما بما يرضي الله على البركة. ايوه يا حاج. لا هو لسه ما وصلش، انا كلمته اكتر من مرة على تليفونه وكان بيدي جرس وبعد كده الموبايل اتقفل. حاضر حاضر. كن راح فين بس ده يا ربي. ايوه يا شحاتة. بقولك ايه، ما شفتش الاستاذ زكي؟ بقولك ايه يا هناء، انا مش فاضيلك، انا عندي شغل. ثانيه واحده، انت يا عم انت، انا عايزك تشيل كل الدبابيس اللي في العبايات دي. مش عايز الاقي دبوس ولا الاقي ورقه محشيه ولا في ناس هتلبسه وتقيسه، فهمني طبعا. ايوه يا ناء، متضايق ازاي يعني؟ ايه تلاقيه متخانق في البيت ولا حاجه، ولا اصطبح بوش مراته؟ ما هي دي الاصطباحه اللي تقلب السحنه. تمام كده يا استاذ شحاته؟ تمام. زكي هناء. اخيرا يا استاذ زكي، خلاص اشحته وصل اهو. انت فين كل ده يا استاذ زكي؟ انا قلب عليك الدنيا ومش عايزك يعني تقفل موبايلك. معلش اصله فصل مني شحن من كتر التليفونات اللي عملتها النهارده. هو في حاجه ولا ايه؟ الحاج جوه معرب بتاع الدفيليه وعايزك ضروري. بقول لك ايه، انت شكلك كده متضايق، في ايه؟ لا موضوع كده ما تحطيش في دماغك. نورت يا حنفي. ربنا يخليك يا حاج. نورت. وزي ما اتفقنا. حاضر يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حفظ الله. ليش ليه؟ ما انا عارف انك مشغول يا حاج. مشغول ايه؟ هو في حاجه اهم من كده يا زكي؟ انت بتهزر؟ انت غلطان يا زكي غلطان.
كان لازم تقول لي اول ما تعرف حاجه زي كده، مش تروح تختفي وكمان ما تردش على تليفونك. والله كلمت له ناس كتير عشان نلاقي مستشفى كويسه وتكون مهاوده بالسعر، وانت عارف بقى صفوه الظروف يعني بتاعته، يا دوب على قد. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تفرش دم يا زكي، يلا بينا. على فين يا حاج؟ على فين ده؟ ايه على صفوه؟ ولا فاكرني هسيبه في ظرف زي ده؟ ايوه بس انت عندك مواعيد كتير قوي يا حاج. مفيش حاجه اهم من اللي هنعملها دي دلوقتي. اسمع، جيب معاك فلوس من الخزنه، يلا. اوامرك يا حاج. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا عيني عليك يا ابني، خلاص عاملين رباطيه عليه وعاوزين تحوطوه، ده انتوا ناقص تعملوا له حظر تجول. والله يا ابو الحاج يعني لو كنا ممكن نعمل كده كنا عملنا. والله يا ابو الحاج يعني احنا كل همنا انه يلتفت لبيته وعياله ولينا وينسى بقى حكايه الجواز دي. حتى انت كمان يا هدى؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا 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 يا ابو الحاج اوعى تفهمني غلط، انا بس كل خوفي. يا بنتي حقك، جوزك وعاوزه تحافظي عليه حقك. ايوه يا ابو الحاج، يعني انت هتساعدنا ولا ايه؟ امال فين الضلع التالت بتاع العصابه؟ عصابه؟ ما تتخضوش، انا بهزر يا ولاد. يا ابو الحاج خليك معايا وقول لي هتساعدنا ولا ايه؟ ايوه هساعدكم، على الاقل اضحك عليه شويه. والله يا ابو الحاج احنا كل اللي عايزين نعرفه هو بيخرج يروح فين؟ مع مين؟ ومفيش مانع يعني لو خرجنا معاه وورنا الدنيا. ايوه صحيح، وبدل ما احنا قاعدين هنا في البيت وهو عمال بره يشوف كتير. والله يا ابني ده غلبان، والله غلبان. لا بيسهر ولا بيروح اي حته. يا حلاوه. ايه ده ايه ده؟ امال اللي بيتجوزهم دول بيطلعوا له فين؟ في البخت؟ في ايه؟ الله، انا ايش عرفني؟ علم عندك. مجايز بيتكعبل فيهم. طب ايه رايكم ان الجوازه الاخيره دي شافها في المطار وهو راجع من العمر؟ نصيب بقى. يعني ايه يا ابو الحاج؟ يعني مش هنعرف نخرج معاه زي اي ست متجوزه بتخرج مع جوزها؟ طيب انا عندي فكره. ايه ايه يا ابو الحاج؟ ايه؟ انتوا مش عاوزين تلبدوله وتخلوه ما يبصش بره، خصوصا في الاماكن اللي فيها ستات؟ هو ده بس اللي احنا عايزينه. حيث كده انا هدلكوا على السكه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تعالى يا فواز، تعبت نفسك ليه بس يا حبيبي؟ السلام عليكم يا مدام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مني عليه؟ الحمد لله، بس الولد تعبان قوي يا فواز، الحكاية كل مدى بتزيد. صفر ما تقولش كده، ده ربنا مفيش أحن منه في الدنيا، ده اختبار من ربنا يا مدام. هو كده ربنا ما بيحب عبد بيبتليه، وانا قلبي حاسس انه ان شاء الله هيقوم منها زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله. هما قالوا لكم هيعملوا ايه؟ ادينا مستنيين نتيجه التحاليل ونعرف بعد كده هنعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله خير، ربنا مفيش اكبر منه صفوت، صدقني. وانا حاسس انه هيقوم منها ويبقى زي الفل. اهو بدا يفتح عينيه، اهو فتح عينيه على وش. بسم الله ما شاء الله. انت كويس يا بطل؟ الحمد لله كويس يا عم. بسم الله ما شاء الله، شوف ضحكته زي البدر اهي ما شاء الله. انا عايزك شويه يا صفوت، تعالى بعد اذنك يا مدام. تعالى يا فوز. ايه الاخبار؟ نام ولا لسه تعبان؟ نام وصحي وضحك ولعب معايا كمان. ما قالوش نتيجه التحليل امتى؟ على اخر النهار كده ان شاء الله. تمام يا حاج، خلصت كل اللي قلت عليه الحمد لله. هو ايه ده اللي تمام؟ مالكش دعوة أنت بقى، أنت مالك؟ أنت كل اللي مطلوب منك دلوقتي تقعد جنب ابنك تهننه وتطبطب عليه وتخف عن أمه. خفف عنها شوية، ها؟ في الظروف اللي زي دي الراجل لازم يبقى زي عمود الخيمة، صالب طوله ومضلل على الكل. ما ينفعش بقى تنخ كده من أولها، ولا إيه؟ مظبوط يا حاج. أنا خايف عليه قوي يا جماعة، ما شفتوش كان عامل إزاي؟ شوية سخن وشوية بيترعش، ما بقتش عارف أعمل إيه. كل العيال كده يا صفوت، كل العيال بتاعي. صفوت اسمع كلام فواز واجمد شويه. عشان ابنك وعشان مراتك وعشان نفسه. الله، ما هو لو ما بقاش كويس مش هيعرف يشيل. ما دي الضريبه يا اخوانا، ضريبه الابوه. ولا انتوا فاكرين بقى كلمه بابا اللي بتجننا دي ببلاش كده؟
ربنا معاك الحمد لله. يلا ايه كفايه يا حياه على كده هتكني. كل يا حبيبي واهدم بالف هنا مطرح ما يسري. انت شقيان وتعبان ولازم لك غذاء. بس انت كده مش متغذيني، انت بتضغطيني كانك هتذبحيني على ايه. اللي انت بتقوله ده بس يا علي، هو احنا لينا حس من غيرك؟ وبعدين يا اخويا كله من خيرك. ربنا يخليك لي يا حياه. ويخليك لينا يا علي يا رب. كل يا نهى، كل يا حبيبتي. بس انت شكلك كده بتحرجيني على حاجه، عايزه تقولي لي حاجه، عايزه تطلبي حاجه. اطلبي، انا عينيا ليك. تسلم عينيك يا علي، انا بس نفسي تسمعني بالراحه كده من غير زعل. مش قلت لك الدلع ده اخره حاجه؟ جرى ايه يا علي؟ ما انا بدلعك يا اخويا على طول. طب انا عاوز اقول لك على حاجه بقى. لو اللي انت عايزه تكلميني فيه له علاقه بالشغل، يا ريت ما نتكلمش فيه اصلا. ليه يا علي؟ ليه؟ هو الشغل عيب؟ مش عيب، بس لما ابقى مقصر في حاجه بنزل اشتغل. مش حكايه مقصر ولا ناقصني حاجه، انا محتاجه اشتغل، حاسه ان الحكايه دي هتفرق معايا قوي. يعني انت عاجبك شكلي اللي بقى زي الخدامين ده؟ يا علي نفسي احس اني بعمل حاجه مفيده. وهي تربيتك لعيالك حاجه مش مفيده؟ ستات كتيره بتشتغل وبتربي عيالها عادي يعني، وبعدين انا معايا شهاده يعني ممكن اشتغل في اي حته. يا حياه انا مش عايزك تتبهدلي في الشوارع. يا علي ولا بهدله ولا حاجه والله. طب بقول لك ايه بقى؟ يا ريت تقفلي على السيره دي دلوقتي وسيبيني اخش اقير شويه عشان عندي مشاوير بالليل كتير. اقول لك ايه بقى يا علي؟ انا زهقت ومش قادره استحمل الحبسه اللي انا فيها دي. ممكن اكلم بابا او فوزي يساعدوني. حلو قوي، اديك قلتي فوزي اخوكي، روحي قولي له بقى واللي يقول لك عليه بتعالي قولي له عليه، بس والنبي عشان خاطري سيبيني قايل شويه عشان مشاوير بالليل. ما تاكلي يا نور، كلي يا حبيبتي. وانا لازم اكلك بايدي؟ لا 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 لا، الحاج فواز مش ممكن يعمل كده ابدا. يا بنتي يا هبله، هو انت مش كنتي قاعده معانا وهو الحاج بيقول بعظمه لسانه؟ بس تصدقي هي برضك فكره حلوه قوي، واحده يا اختي كده مننا تروح كده على سنجة عشرة وهي نفس ريشها. ريشه ده اللي يتنفش ده على اساس انك فاهمه بيعملوا ايه في البتاع ده ولا ايه؟ اه طبعا، امال انت فاكره ايه؟ عارفاه طبعا، ده اسمه ديفيلي. الديفيلي ده اللي هو عرض الازياء، اللي هو النسوان تبقى لابسه كده وقاعده تتفرج على البنات رايحه جايه كده بالازياء بتاعتها، تقوم انت كده قاعده بقلاطه ولما يعجبك حاجه تشاوري عليها برضك بقلاطه. وانت يا بنت انت عرفتي الحاجات دي منين؟ طبعا من التلفزيون. ليه؟ هو انت فاكراني جهله زيكو؟ لمي نفسك يا سميح. الله، الحق عليا اللي بنوركوا يا انهار. شكلك شبشبي وحشك يا سميح. ليه يا حبيبتي؟ لا انا هسكت لك برضك المره دي. انا عايزاك ما تسكتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جماعه، ده وقته؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا طبعا مش وقته، شيطان ودخل علينا فجاه. لا اله الا الله، حقك عليا يا حبيبتي ما تزعليش. وانت ما تاخديش على خاطرك مني يا روحي. بقولك ايه، ما تجيبي بوسه. انا مش عارفه ايه البرود اللي انتوا فيه ده. يا اختي اسم الله، وانت اشمعنى يا اختي المره دي مش علناها؟ بقى الحاج فواز، الحاج فواز اللي ما بيسيبش فرض وبيستر بيت ربنا كده ويملس على بابه، يعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ يعمل ايه يا بت؟ انت مالك على طول مقفوره لنا كل حاجه كده؟ مش عارفه ايه المشكله، ده شغل عادي يعني. عادي ايه بس؟ الحاج فواز هيجيب بنات ويمشيها كده قدام الناس وتتقصع بهدومه؟ يا بنت تتقصع ليه؟ دول هيلبسوا العبايات والطرح. ولو الحاج برضه ما يعملش كده، ولو فكر لازم نقف له ونفهمه انه كده ماشي في سكه حرام. حرمة عليك عشتك يا بعيده ان شاء الله. صدقي يا بنت يا هدى ان انت فقريه. انت يا بنت عايزاه يرمي علينا يمين الطلاق كلنا في طلقه واحده؟ سيبك من البنت الهبله اللي قاعده جنبك دي وركزي معايا وقولي لي البتاع ده بيلبسوا له ايه. لا 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 لا، انا مش رايحه المكان ده خالص. خلاص يا حبيبتي اتركني على جنب بعيالك وهتقعدي مع العيال كلها بقى مره واحده، خلي الكبار يتكلموا. الله عليكي وعلى مزاجك. قولي لي يا عيني هتلبسي ايه؟